الشكل الهجومي كده زي ما حضرتك بتوصف يا كابتن كان كويس جدا، ويمكن لو بصينا المباراتين انت بتحرز 4 اهداف ولكن عندك مشكلة دفاعية. احنا بنوصل بعدد كبير ولكن الارتداد الدفاعي صعب جدا، ده شايفه ايه سببه اللي بيخلي علينا هجمات مرتدة اللي بيخلي فيه 4 اهداف يخشوا مرمى منتخب مصر في مباراتين؟ يعني انا شايف ان برضو كتير، يعني في كل مباراة هدفين لا كتير لمنتخب مصر بالذات، يعني انا شايف ان ده برضو وساعات انت بتتأخر وانت بعد كده اللي بتعاني عشان تجيب الهدف. انا شايف ان برضو في لازم في صحوة الخط الظهر عندنا. يمكن بدأ عمر كمال ابتدى يدخل في التشكيلة اللي فاتت، محمد حمدي ثابت، عندك حجازي، عندك عبد المنعم قدامهم كان النني. أنا شايف اللي فيه صحوة، يعني مثلا يمكن كان حجازي بعيد عن المباراة شوية، يمكن كان النني بعيد عن المباراة، لكن ده كله لازم نتدارك الـ الأخطاء دي كلها. احنا مش عايزين برضو ايه ان احنا نقول لا نذبح اللعيبه دي، لا طبعا طالما لا. لسه جوه البطوله لسه جوه ما ينفعش البطوله، ما لان ينفعش طبعا نقول اي حاجه. انت رايك وانا رايي، لكن الراي الاول والاخير للمدير الفني، بالظبط. هو اللي جنب الفرقه، هو اللي حاسس، هو اللي اضرب التشكيل، وهو يمكن في حد مثلا يعني في تعب عنده او مثلا شد عنده، لكن انا شايف ان هو الراجل اضرب التشكيل الامثل ان هو يبدا بيه او التغييرات. لكن انا بقول برضو لازم خط الظهر عندنا يبقى اكتر حرصا في المباراه اللي جايه بالذات، يعني احنا عايزين ان احنا نقفل الحته المشاكل اللي عندنا في خط الظهر ديت، وعايزين احنا اللي نتقدم، مش عايزين احنا اللي نبقى مثلا رد فعل. يبقى الرد الفعل بتاعنا احنا اللي بادئين بيه، ما يبقاش نستنى لغايه لما يبقى في لا قدر الله احراز هدف او 2 فينا وبعد كده نبتدي نشتغل يعني عليه.